ماري عشان عايز اتكلم معاه بصراحة في حاجات كتيرة جدا جدا، يعني عايز اتكلم معاه في بطولة كاس مصر، عايز اتكلم معاه في مباراة الاهلي وملف المدربين، ولكن زي ما حضراتكم عارفين بيبقى عندنا فواصل لازم ناخدها، لكن الفاصل اللي موجود معانا فاصل مهم، هنروح لتقرير في يعني حاجة اعتقد ان هي جديدة علينا هنا في مصر، هنشوفها وهنتابعها وهنعرف كمان آراء النجوم في المشروع الجديد اللي بيتم تقديمه لمصر، وكمان رأيهم في مباراة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء. هنروح للتقرير وبعد كده نرجع نكمل مع الكابتن عصام مرعي، ولكن بعد الفاصل خليكم دايما معانا. ممكن يبقى انطلاقة أو بداية كويسة للمشروع ده اللي نطلع لعيبة صغيرة كتير بره في أوروبا، إزاي نعلمهم إن الموهبة مش كل حاجة، إن في حاجات تانية لازم تدعم الموهبة دي، فإن شاء الله من خلال البرنامج نقدر نوصل الكلام ده كله للأولاد الصغيرين أو للشباب الصغير اللي مشترك في البرنامج أو كمان اللي بيتفرج علينا في التلفزيون. طبعاً نتائج إيجابية جداً سواء للأهلي أو للزمالك إنه يكسب فريقين بالشراسة دي، الوداد والرجاء طبعاً معروفين أفريقياً في عكر دارهم زي ما أنت قلت، تاخد منك المصطلح ده، بنتيجة إيجابية 2-0 والزمالك كسب 1-0، طبعاً دي نتائج مشرفة جداً. أتمنى إن شاء الله يحافظوا على التقدم ده في مباراة العودة. الماتشات بتبقى سهلة، مفيش ماتش كورة بيبقى سهل، أو أنت كسبت في بره أرضك يبقى العودة يبقى سهلك، مفيش الكلام ده. أتمنى الفريقين يركزوا تركيز أكتر بكتير من اللي كانوا مركزينه في مباراة الذهاب، وإن شاء الله ربنا يكرمهم الفريقين ويوصلوا نهائي يبقى تمثيل مشرف للكرة المصرية في أفريقيا إن شاء الله. حاجة محترمة جدا، أنت بتدي فرصة لأي شاب يعني بيحب الكورة ونفسه إنك تديله يعني تفتح له طريق للنجاح، أنت بتفتح طريق للنجاح. الناس اللي موجوده اللعيبه المختاره حاجه كلهم اساطير، ليجند ستاف حضري، احمد حسن، حسام غالي، محمد شوقي، مقدم زي ميدو، بتكلم في طفل صغير يشوف الكوكبه من اللعيبه دي الاساطير، تاني دي حاجه جيده جدا. بشكر الناس جدا، انا شايف ان هو مشروع محترم جدا ومش مشروع كروي فني فقط، ده مجتمع. عندك محمد شوقي من بورسعيد، حسام غالي من كفر الشيخ، احمد حسن من المانيا، عصام الحضري من دمياط مع احتفاظ بالالقاب يعني. فانت عندك لما تلاقي كل الكلام ده انت مقنع للاعب او مقنع للناشئ، مقنع. انت شايف ناس كلها كانت في محافظات، طبعا ده مش معناه ان في القاهره والجيزه مفيش مواهب، لا في مواهب كبيره جدا، بس الناس دي كلها اخذت الفرصه، قدرت ان هي تقف النهارده بتتكلم من قلبها مقنعه جدا. فانا شايف ان هو مشروع قومي، مشروع محترم. الناحية التسويقية الفترة الجاية مع المشروع هتمشي جامد جدا، ان انت هيبقى عندك فيورشيب رهيب، عندك سبونسرز، عندك فوتنج. الموضوع ده احنا محتاجينه في مصر. الفكرة جات لي من كنت في برشلونة، فشفت الاولاد الصغيرين اللي منطقة برشلونة اكاديمية برشلونة بيلعبوا ازاي، فانا حبيت. احنا طبعا عندنا مواهب كتيرة جدا في مصر، بس محتاج اللي يطورها ويبتدي يفكر فيها. فاحنا حابين نجيب مزيج الاسباني او مزيج الشغل الاوروبي في مصر، يعني نعمل حاجه محترمه جدا. فجت فكره يو ار ستار من 4 سنين، والله رب بنجهز لها من 4 سنين الحمد لله، وخلاص الحمد لله انطلاقها اهي الحمد لله رب العالمين، عشان نبتدي يبقى عندنا محترف واثنين وثلاثه وخمسه وعشره، يكون عندنا محمد صلاح يعني 10 محمد صلاح، 15 محمد صلاح. احنا مصر مليانه مواهب كتيره جدا جدا، بس محتاجه شغل ومحتاجه حد يكتشفها. احنا عملنا اختبارات في 24 محافظه في مصر الحمد لله رب العالمين، جبنا من كل محافظه رقم كويس جدا برضو، يعني حوالي 5000 6000 واحد من كل محافظه، في محافظات فيها 1000 وفي محافظه فيها 2000. ابتدينا نختار مواهب كويسه جدا جدا فيهم الحمد لله. ابتدت التصفيات، جم مصر من بقالهم 3 4 ايام في تصفيات ليهم، كل محافظه جابت احسن 50 موهبه عندها،
وحتى بقى من احسن 50 ابتدي تصفياتهم برضو ان شاء الله لاحسن موهبه موجوده عشان نبتدي اللي هم عندنا 10 معايشات وعندنا 4 عقود احتراف من ناديين درجه ثانيه في اسبانيا. فكره تبقى ناجحه ان شاء الله باذن الله وحاجه تخدم الوسط الرياضي كله بالكامل، تخدم اولادنا اللي هم الناشئين ان احنا عندهم فرصه ان احنا نكتشفهم، عندهم فرصه في الاحتراف. فان شاء الله يبقى مشروع متكامل ما بين الشركه طبعا اللي موجوده وما بيننا احنا طبعا اغلب اللعيبه والنجوم اللي موجودين، فان شاء الله يبقى مشروع يخدم الرياضه المصريه باذن الله. والله سعيد جدا طبعا باداء الاهلي واداء الزمالك، الاثنين ادوا اداء يعني اعتقد ان احنا ما كناش نتوقع ان الفريقين المصريين يظهروا بالشكل ده. الاهلي ظهر بشخصيته القويه، الاهلي ظهر باداء قوي جدا، نتيجه اعتقد ان هي نتيجه مريحه جدا بالنادي الاهلي. نفس الشيء بالنسبه لنادي الزمالك، اكيد نادي الزمالك قدم مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، يمكن نادي الزمالك وصل للهدف اللي هو عايزه هو المكسب. في وقت من الاوقات نادي الزمالك الضغط، لان برضه انت بتتكلم على فريق من الفرق المميزه وعنده عناصر كتير جيده، ولكن نتيجه انا اعتقد ان في صالح نادي الزمالك بشكل كبير جدا.